السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنس أحمد محمود. هنتكلم النهاردة على Ground Tank Design أو تصميم الخزان الأرضي. هناخد أمثلة سريعة على الجزئية دهيت، وتعالى نشوف أول مثال معانا. نديلك في المسألة دهيت Design Ground Tank for a city in year 2030 if the following data are given. كان بيقول لك صمم لي خزان أرضي في للمدينة دهيت عند سنة 2030، ومدي لك الداتا بيقول لك أول حاجة إن أنت في سنة 2006، يعني current year بتاعتنا 2006، السنة الحالية بتاعتنا 2006. بيقول لك البوبوليشن بتاعك 50,000 كابيتال في 2006، برضو معدل الزيادة بتاعتنا معدل الزيادة في البوبوليشن يعني لكل سنة per year هو 2.65%. عدد ساعات التشغيل هي 24 ساعة، ونخلي بالنا جدا من حتة أو الجزئية بتاعة الـ working hours أو عدد ساعات التشغيل. آخر حاجة مديها لنا هو الـ average water consumption اللي هو الاستهلاك المتوسط، هو عبارة عن 135 لتر per capita per day. طبعا الاستهلاك ده في الامتحان لو ما ذكره لكش بتاخده زي ما القيمة ما اتقالت في المحاضرة بالظبط، تمام؟ لكن هو هنا ذكر لنا كل حاجة تقريبا. طيب عايزين نعمل ديزاين للخزان الأرضي، تعال نشوف هنبدأ نعمل خطوات الحل بتاعتنا ازاي. أول حاجة أنا عايز أعمل تصميم للخزان ده مش في 2006، لا ده أنا عايز أعمله في 2030، فلازم أحول البوبوليشن اللي في 2006 ل 2030. يبقى هنقول البوبوليشن في الفيوتشر بيساوي البوبوليشن في البريزنت زائد واحد، أو سوري في واحد زائد الآر اللي هو معدل الزيادة. الكل ده باور الـ A الـ N، يبقى عندي 50,000 في واحد زائد الـ 2.65% اللي هو معدل الزيادة، بس كام؟ 24 سنة. طب الـ 24 سنة دي جت منين؟ اللي هي 2030 ناقص كام؟ 2006، هنا في 6 يبقى 2006. يبقى الـ population في الـ future خلاص أنا جبته هو 93,667 كابيتال، يبقى ده كده الـ population اللي هصمم عليه الخزان. طيب تاني حاجة عايزين نحسب الـ water consumption، أو سوري بقى مش الـ water consumption، الـ percent of increase of water consumption. يعني إيه؟ عايز أحسب الزيادة المئوية للاستهلاك بتاع المية كل سنة، عايز أعرف كل سنة المية هتزيد قد إيه، أو النسبة بتاعة الاستهلاك بتاعة المية دي هتكون قد إيه، لأن أنا برضك عايز أجاوب في الـ future. فقال لك ده هيساوي 10/100 في الـ population في الـ future ناقص الـ population في الـ present على الـ population في الـ present مضروب في كام؟ في المية. نعوض كده 10/100 يعني 1/10 في البوبوليشن في الفيوتشر لسه حاسبه 93,667 ناقص البوبوليشن في البريزنت هو مديهولي ب 50,000 على البوبوليشن في البريزنت ب 50,000. كل الرقم ده هضربه في 100، في 100 دي يعني في المية اللي هي موجودة العلامة بتاعتها تحت دي. الرقم ده كده لما نعمله هيطلع 8.73، ده مع 8.73 ده اللي هو مقدار الزيادة في المقدار النسبة المئوية للزيادة في الايه في المية، الاستهلاك المائي. هروح بعد كده احسب الووتر كونسامشن في الفيوتشر اللي هو بيساوي الووتر كونسامشن في البريزنت مضروب في واحد زائد النسبة المئوية للزيادة للاستهلاك على المية. تعال نعوض في المعادلة دي، هتلاقي الووتر كونسامشن في الفيوتشر بيساوي الووتر كونسامشن في البريزنت اللي هو 135 كان مديهولي جيفن، في واحد زائد الزيادة النسبة في الاستهلاك المائي، أو الزيادة الاستهلاك المائي أو النسبة المئوية للاستهلاك المائي كنا حاسبينها من شوية ب 8.73%، هنقسمها على المية هيساوي 146.8 لتر بير كابيتا بير داي، لتر بير كابيتا بير داي. طيب أول خطوة في خطوات التصميم بتاعتنا إن إحنا هنحسب كيو، لازم أحسب تصرف عشان أحسب إيه التصرف ده. هو الـ Q average بيساوي الـ population في الـ water consumption. طيب طبعا أنا دلوقتي هصمم على إيه؟ هصمم على الـ population الجديد والـ water consumption الجديد، لأن أنا بصمم على سنة كام؟ 2030. دول الـ population اللي في 2030 وده الـ water consumption اللي في 2030. فالـ population في 2030 بيساوي 93,667 مضروبة في الـ water consumption 146.8 على 1000. يبقى كده حولت، اولا انا قسمت ليه على 1000 عشان احول من اللتر ده هو لمتر مكعب، يبقى هيطلع في الاخر 13,750.3 متر مكعب على
كل يوم او بير دي. الالف ده ليه؟ عشان احول من اللتر للمتر المكعب. طيب هل احنا بنصمم على الكيو افريج؟ لا، اتفقنا ان احنا مش بنصمم على الكيو افريج. لا، ده انا بعمل كيو تانية. الكيو التانية دي قد تكون كيو ماكسيمم مونثلي او كيو ماكسيمم ديلي او كيو ماكسيمم اورلي، ده حسب العنصر اللي احنا بنعمله ديزاين. طيب هنبدأ نحسب اول حاجة عندنا هنا الكيو ماكسيمم مونثلي. بعد ما حسبت الكيو افريج هضربها في 1.5. طيب ممكن نضربها في اي رقم تاني؟ قال لك عندنا رينج ارقام من 1.25 لحد كام؟ 1.5. ممكن اخدها انا 1.5، انت تاخدها 1.25، واحد غيرنا ياخدها 1.4، زي ما هتحب. هو رينج موجود مسموح لك تشتغل بيه في اي باي قيمه ما بينهم، لكن علشان لو عايز تثبت رقم محدد يبقى هناخده ب1.4، لكن انا هنا اشتغلت بكام؟ بال1.5. يبقى هضرب ال1.5 دوت في الكيو افريج اللي انا لسه حاسبها اللي هي ب 13750 و3 من 10، هيطلع لك الكيو ماكسيمم مونثلي بتساوي 20625.45 او بوينت كام؟ 45. تمام، دي كده بوينت. تمام، بعد كده هحسب الكيو. دي كده بوينت 20625.45. بعد كده هحسب الكيو ماكسيمم ديلي. الكيو ماكسيمم ديلي كان برضك ليها رينج، او الفاكتور بتاعها ليه رينج. الرينج ده هو كام؟ من 1.5 ل 1.8. انا اخدتها هنا 1.7، زي ما اتفقنا. عايز تاخدها انت 1.8، عايز تاخدها 1.5، اللي يريحك. تمام، انا هنا في المسألة دي اخدتها 1.7، عايز تاخدها 1.8، اللي يريحك مفيش مشكلة. هتضرب ال 1.7 في الكيو افريج، هيطلع لك كام؟ الكيو افريج اللي هي ب 13750، هيطلع لك كام؟ 23375.51 متر كيوب بير دي. يطلع لك 23000 متر مكعب للايه؟ لليوم. كده يبقى انا حسبت كيو ماكسيمم مونثلي وكيو ماكسيمم ديلي. تمام، ركز معايا كده في خطوات الديزاين بتاعتنا. اول حاجه عملتها حسبت كيو افريج، بعد كده حسبت كيو ماكسيمم وكيو ديلي من الكيو افريج ده. طيب بعد كده بروح احسب حاجه اسمها الكيو فاير او الفاير ديماند او الديسشارج اللي انا محتاجه علشان لما يكون عندي حريق استطيع ان انا اعمل له ايه؟ اطفاء او اعمل اخماد للحريق ده. كنا واخدين ليه قانون من قبل كده اللي هو ان البوبوليشن او لكل 10000 شخص محتاج 60 متر مكعب في الساعة علشان اعمل اخماد للحريق، وبيكون عندي زمن الاطفاء هو ساعتين. ولو انا استخدمت one fire hydrant هيبقى هضرب في واحد، لو استخدمت اتنين يبقى هضرب في اتنين، عندنا هنضرب في واحد. طيب القانون بتاعنا هنعوض فيه مباشر على طول. البوبيليشن هو معانا اصلا بكام؟ بال 93000، تقسمهم على 10000 في 60 في 2. طيب خلينا نقف شوية عند نقطة 60 متر مكعب لكل ساعة. الستين ده هي ده الفاير فلو او الديسشارج اللي انا بحتاجه لما اكون شغال بايه؟ بالقانون ده هو. طيب في جدول في الكود بيقول لك البوبيليشن بيكون كام وقصاده تاخد فاير فلو كام. يبقى انت عندك طريقتين علشان تقدر تحسب الكيو فاير ده. تمام، تشتغل بطريقه الايه؟ البوبيليشن او لكل 10000 فرد تحتاج 60 متر مكعب عشان تطفي الحريقه، محتاج 60 متر مكعب لكل ساعه عشان تطفي الحريقه في ساعتين. شوف هتطلع قد ايه. وطبعا لو تستخدم ايه؟ خرطوم واحد او ماسوره واحده عشان تطفي بيها الحريق، هيطلع لنا الرقم ده كام؟ 1124 متر مكعب. دول اللي انا محتاجهم علشان اعمل ايه؟ اطفاء للحريقه بتاعتي. طيب خلي التمانية من عشرة دي هنقولها كمان شوية عشان نقولها، بس خليك فاكر ان احنا ضربنا التمانية من عشرة في 1124. طيب هيطلع لنا 899.2. خلينا نقول الخطوة دي قدام شوية مش دلوقتي. انا خلاص دلوقتي حسبت كيو ماكسيمم مونثلي، حسبت كيو ماكسيمم ديلي، وحسبت كيو فاير. تعالى بقى نبدأ نشوف هنبدأ نعمل تصميم ازاي للخزان.
طيب الخزان ده علشان اعمله تصميم انا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف عدد الخزانات اللي انا هشتغلها او محتاجها في يشتغلوا كخزانات ارضية، عايز اعرف ابعاد الخزان يعني عايز اعرف طوله وعرضه، اي ان انا عايز اعرف مساحة السطح بتاعته، وعايز اعرف عمق المية جوه الخزان ده هيكون قد ايه. يبقى انا كده محتاج 3 ابعاد ومحتاج عدد اللي هو 3 ابعاد بالنسبة لي اللي هما الطول ال L، العرض اللي هو ال B، والدبث بتاع الخزان بتاعي، او مش دبث بقى الخزان، دبث المية داخل الخزان. تمام، ال D دهيت هي عمق المية داخل الخزان. تمام، بعد كده انت بعد ما بتعمل الديزاين ده هوت وبتطلع اللي انت محتاجه، انت كده تكون خلصت التصميم بالنسبة لك. بعد كده بيروح لمهندس الانشائي بيبدأ يعمل بقى ايه التفاصيل الانشائية بتاعته، بيبدأ ياخد طبعا زيادة عن العمق اللي انت حطيته. انت حطيت عمق 3 متر، هو بيعمل الارتفاع الخرساني بتاع الخزان اكبر من كده علشان يضمن ايه ان الفلو يفضل ايه، او الوجود بتاع المية جوه الخزان او كمية المية جوه الخزان ما تتعداش الليمت اللي هو حاطه. بيعمل زي فاكتور اوف سيفتي كده لنفسه علشان ما يحصلش لو حصل فيضان او حصل زيادة في المية، فيضان اقصد بيه مش ان المية تكون زيادة عن الحاجة اللي موجودة عن الخزان. خزان قادر انه يشيل جواه 3 متر مكعب مثلا في ال L في ال D، لا ده هو دلوقتي لا جات له مية زيادة فبقى مثلا 4، هل هو هيصمم على الـ3 اللي انت مديها له؟ لا ده هيزود شوية عشان لو حصل فائض ولا حاجة. تمام، اول حاجة بحسبها هي ال C1 وال C2 وال C3. ايه هما ال C1 وال C2 وال C3؟ اول حاجة هي ال C1 ده الحجم بتاع المية اللي انا محتاجه علشان يحصل عملية تعقيم للايه للخزان الارضي بتاعي. طيب اي حجم يا شباب عندنا هو عبارة عن تايم تي مضروبة في كيو، تايم في كيو، خلي المعادلة دي كده دايما في دماغك، تي في كيو، تايم في كيو. طيب التايم عندي بالنسبة اللي انا محتاجه لو انا هعمل تعقيم مثلا باستخدام الكلور هيكون نص ساعة 30 دقيقة، لو مش جيفن في المسألة وبيقول لك ان انا بعمل تعقيم بالكلور يبقى انا هشتغل في زمن قدره 30 دقيقة نص ساعة. تمام، طبعا في اكتر من مادة تانية بشتغلها لعملية التعقيم اتذكرت لكم في المحاضرة ايه هي قيم الدقايق او الوقت اللي بتكون محتاجاه. خلينا نتكلم ان احنا هنا استخدمنا تعقيم بالكلور فانا محتاج نص ساعة، فانا هضرب التي اللي هي نص ساعة في الكيو ماكسيمم مونثلي. الكيو ماكسيمم مونثلي انا كنت حاسبها فوق ب 20625، في نص ساعة يطلع لك القيمة دي بكام؟ برقم، خلي الرقم ده شوية كده في دماغك. طيب هنا بيقول لي هتقسم على حاجة اسمها الوركينج اور او عدد ساعات التشغيل. ايه هي عدد ساعات التشغيل؟ عدد ساعات تشغيل الايه بتاعتي. طيب الوركينج اور دي في المسألة لو ما ذكرلكش عنها اي حاجة هتبقى هي 24 ساعة اللي هي 1 day. طيب لو ذكر لنا عنها حاجة هنعرف هنعمل ايه كمان شوية. يبقى انا لو ما ذكرليش حاجة عن الوركينج اور ديت هاخدها بكام؟ ب 24 ساعة. يبقى أنا هنا قسمت نص ساعة في 20625. طيب تعال نشوف الوحدات، بس أنا عندي دي نص ساعة وحدتها بالأور في 20625، وحدة الكلام ده إيه؟ متر مكعب بير أور، مظبوط الكلام؟ لا دي مش وحدتها بير اور، دي وحدتها بير دي. انا مطلع الديسشارج بتاعي 20625.45 متر مكعب في اليوم. اليوم ده اللي هو كام؟ 24 ساعة. يبقى الدي انا بالنسبة لي لما بطلع القيمة بتاعتي الدي ده بالنسبة لي هو المقصود بعدد ساعات التشغيل في اليوم. اليوم ده هو انا بالنسبة لي في المسألة دي كان 24 ساعة، ممكن في مسألة تانية اليوم ده ما يبقاش 24 ساعة، اليوم ده ممكن يبقى بالنسبة لي في حاجة تانية هو 20 ساعة أو يبقى 18 ساعة، ده حسب عدد ساعات التشغيل. فعشان كده قمت قسمت على كام؟ 24، لأن أنا شغال بير داي، الداي بالنسبة لي كان في المسألة دي هو 24. تمام كده، يبقى هنضرب نص في الكيو كان طالع لي بالمتر مكعب بير أور
على 24 اور اللي هو 1 داي اللي هو عدد ساعات التشغيل، يطلع لك 430 متر مكعب. بعد كده هحسب سي 2 اللي هي الحجم اللي انا محتاجه عشان لو حصل عندي طوارئ، هيبقى 8 ساعات اللي هو التي في الكيو ماكسيمم مانثلي. كيو ماكسيمم مانثلي بكام؟ الكيو ماكسيمم مانثلي هو مديها لي او انا حسبتها ب 20625، يبقى هضرب ال 8 في ال 20625 وهقسمهم على الوركينج اور. الوركينج اور في المساله هو مديها لي، لا ما ادهاليش، هي طالما ما ادهاليش يبقى هي 24 ساعه. يبقى انا هقسم على كام؟ على 24 ساعه، هيطلع لك 6875 15 من 100 متر مكعب. يبقى ده الحجم الثاني. طيب الحجم الثالث ايه هو الحجم الثالث؟ ده اللي هو الفارق في الاستخدام ما بين الكيو ماكسيمم ديلي والكيو ماكسيمم مانثلي، وتضربهم في التي 1. التي 1 دي او التي اللي معانا دهيت هنضربها في القيمه ديت، هتلاقي معاك الكيو ماكسيمم ديلي حسبناها ب 23375، كيو ماكسيمم مانثلي ب 20625، التي دهيت هي عباره عن يوم واحد. تمام، حته الوركينج اور ديت هبينها لك اكتر في المساله اللي جايه عشان لو اتلخبطت فيها دلوقتي. تمام، يبقى انا كده ضربت في واحد. ليه ضربت في واحد؟ لان وركينج اور عندي هنا 24 ساعه، تمام، اللي هي 1 day. تمام، هيطلع الرقم ده 2756.6 من 100 متر مكعب. كده انا عندي C1 وعندي C2 وعندي C3. كده انا عندي كام كيو او عندي كام، اسف، حجم 3 احجام. هختار الحجم الاكبر منهم. الحجم الاكبر هو سي كام؟ C2. طيب يبقى اخدت الحجم الاكبر C2، هجمعه على ايه؟ هجمعه على 8 من 10 من الكيو فاير. ليه 8 من 10 او 80% من الكيو فاير؟ لان الكيو فاير في منها جزئين، جزء بخزنه في الخزان الارضي وجزء تاني بخزنه في الاليفيت التاني، بخزنه في خزان العالي. علشان ايه؟ علشان مش هينفع ان انا احط العكس. ليه؟ لو انا حطيت الخزان الاليفيتد او الخزان العالي، حطيت عليه لو حطيت فيه، اسف، 80%، هيبقى محتاج ابعاد كبيرة جدا للتانك ذات نفسه، ابعاد كبيرة جدا للاعمدة اللي شايلة التانك ده هو، فبالتالي انا بعمل تكلفة اقتصادية كبيرة. فخلاص احنا قلنا ناخد 20% بس من الكيو فاير هنحطها في الاليفيت التانك. طيب يبقى انا عندي هاخد 8 من 10 في الايه؟ في الكيو فاير اللي هي 1124، اللي هو الرقم اللي قلت لك عليه من شويه، اللي هو 899.2 من 10. دلوقتي تعال نشوف كميه الميه اللي انا محتاجها علشان نعمل الخزان بتاعنا. فاحنا نختار القيمه الاكبر ما بين C1 وC2 وC3 وهجمع عليها 80% من الكيو فاير. طيب السي الاكبر سي من السي 1 و 2 و 3 هي C2 اللي هي كانت ب 6875.15 من 100، حجم عليها 80% من الكيو فاير اللي انا حسبتها من شويه اللي هي ب 899.2 من 10 متر مكعب، هيطلع لنا في الاخر الحجم اللي انا محتاجه هو 7774.35 من 100 متر مكعب. طيب عشان ابدا اعمل الديزاين بتاعي انا محتاج ايه؟ محتاج عدد الخزانات اللي هو N، طول الخزان اللي هو L، B اللي هو عرض الخزان، ودي اللي هو عمق الميه داخل الخزان. طيب ده انا هعمله ازاي؟ فانا عندي اول حاجه الكاباسيتي اللي عندي هي كام؟ 7774.35. هبدا افترض حاجات عشان احسب حاجه. هبدا افترض عندي عدد الخزانات 2، انا افترضت عندي عدد الخزانات 2، ممكن تفرضهم انت رقم اكبر من 2 مفيش مشكله. هنفترض طول الخزان 40 متر 40 متر، طول الخزان 40 متر، وعمق الخزان 3، عمق المياه داخل الخزان 3 متر. طب تعالى نتكلم على حاجة حاجة. ال N أنا هاخدها ليه ب2؟ ما ينفعش تاخدها بأقل من 2، تمام؟ ال L أقصى قيمة تقدر تفرضها ليها هي 50 متر، الطول أقصى حاجة هو 50 متر.
تالت حاجة الديبث بتاعي، الديبث بتاعي هيكون قيمة من 3 لحد كام؟ من 3 لحد كام؟ 5 متر. فأنا افترضتها عندي 3 متر، يبقى أنا عندي طول 40 متر، الدي عمق المية 3 متر، ال N ب2. تعال نعوض في المعادلة، يبقى الكاباسيتي بتساوي ال N في ال L في ال B في ال D، ال N ب2، ال L ب40، ال D ب3. هيبقى في المعادلة دي مجهول عندي هو مين؟ هو ال B. يبقى أنا عندي هقسم ال 7774 و35 على 2 في 40 في 3، هتطلع ال B بكام؟ ب32 و 4 من 10. عايز تقربها، المفروض بتقربها لأقرب رقم 10، أقرب 5 سنتي، فهي كانت طالعة أكتر من كده، يعني طالعة كانت 2 32 وحوالي 44 أو 45 تقريبا متر، فأنا خليتها 32.5 على طول. طيب خد بالك من ملحوظة مهمة، إن أقصى مساحة إحنا بنشتغلها في الخزان الواحد هي 2000 متر، 2000 متر مربع. يعني ال L في ال B، ال L في ال B أقصى قيمة ليها هي 2000 متر مربع. تمام. بعمل تشيك على ال L B أو نسبة الطول إلى العرض، النسبة دي المفروض ما تتعداش الرينج ده اللي هو من 1.2 من 10 ل1.5. فأنا قسمت الـ40 على الـ32.5، طلعت في الرينج ده، يبقى كمان يبقى أنا كده إيه في السيف سايد. طيب لو ما طلعتش القيمة دي كده، يبقى أنت مضطر يا إما تغير في عدد الخزانات، يا إما تغير في الطول بتاع الخزان اللي أنت افترضته، يا إما تغير في الطول أو عمق المية اللي أنت افترضته. هتبدأ تغير حاجة من الحاجات دي لحد ما يطلع لك الرقم بتاع الـ L على B في الرينج ما بين 1.2 من 10 ل1.5، ويطلع لك صافي أو يطلع لك المساحة اللي موجودة بتاعة الخزان الواحد ما بين كام وكام؟ سوري آسف، مساحة الخزان الواحد ما تزيدش عن 2000 متر مربع. عملت التشيك بتاعي وطلعت الدنيا تمام. بروح بعد ما بحسب القيمة دهيت، بروح أحسب حاجة اسمها الأكشوال ديبس، الديبس بقى الحقيقي بتاعي. ليه؟ لأنك أنت كنت قايل المعادلة اللي فاتت لما طلعت البي كنت مطلعها 32 ورقم 4 من 10 تقريبا، أو و46 من 100، حاجة كده، رقم ايه بالظبط ده اللي انت مطلعه على الدي ب3 متر. طب لما انت خدت البي، خدت البي ب32.5، مش اكيد الدي هتتغير. فانا برجع تاني اعمل تشيك على الدي واجيب بقى الاكشوال دي اللي هتطلع كام بالظبط. يبقى الاكشوال دي انا جبتها دي ازاي؟ عن طريق ان انا عوضت بالبي الجديدة اللي انا حسبتها، مش انا قربت البي ده هي تطلع اقرب 5 سنتي، فبالتالي الدي دي اتغيرت. الكلام ده مظبوط؟ هروح اعوض واحسب ايه الدي الجديده، تطلع تقريبا 3 متر. يبقى في الاخر كده الفاينل دايمنشنز عندي او الابعاد بتاعه التانك، ال L بتاعتي ب 40 متر، البي بتاعتي ب 32.5 متر، عمق الميه داخل الخزان هو 3 متر، وعدد الخزانات اللي انا محتاجها هو خزانين. مسألة تانية تعال نشوف الفكرة بتاعتها. بيقول لك ديزاين الجراوند تانك ده هو بالبوبيليشن بتاعك هو 156,041 كابيتا، والووتر كونسامشن بتاعي 260.2 لتر بير كابيتا بير داي. وقال لك ملحوظة مهمة جدا، ان الوركينج اور هي كام؟ هي 20 ساعة. المسألة دي كلها مش هيهمني اي حاجة فيها غير قصة الوركينج اور داي. فأول حاجة رحت حسبتها هي كالعادة عشان اعمل الديزاين بتاع التانك، حسبت البوبيليشن في الووتر كونسامشن. البوبيليشن عندي والووتر كونسامشن عندي، ادي البوبيليشن عندي والووتر كونسامشن عندي على الالف، عشان احول من متر مكعب لايه؟ سوري، من لتر لمتر مكعب. طيب ايه بقى الحته بتاعت ال 20 على ال 24 دي؟ هل انا في المساله دي الوركينج اور بتاعتي هي 24 ساعه؟ لا، هنا عندي الوركينج اور مش 24 ساعه، ده انا عندي الوركينج اور هنا هما كام؟ 20 ساعة فقط. فانا عايز اطلع الكيو افريج اللي هتشتغل في 20 ساعة بس. طيب يبقى عشان كده قسمت ال 20 ساعة، خدت نسبة بقى، كأني اخدت نسبة من اليوم، خدت 20 ساعة من ال 24 ساعة، فيطلع لي الكيو بتاعتي كام؟ 33,834.89 من 100 متر مكعب بير ايه؟ بير 20 اور.
مش بير كام؟ مش بير 24 اور. مش كنا من شوية بنقول بير دي، والدي كان بالنسبة لي كام؟ 24 ساعة، لأن في المسألة قلنا لو ما ذكرليش أي حاجة عن الوركينج اور فهاخدها كام؟ 24 ساعة. هنا في المسألة دي قال لي كام؟ قال لي 20 ساعة. يبقى أنا هنا عملت القصة دي علشان أحول من 24 ساعة ل 20 كام؟ 20 ساعة. لكن لو كانت في مسألة من المسائل بقى العادية اللي هي الوركينج اور ب 24، كنت هتضرب 24 على 24 اللي هي في الآخر بكام؟ بواحد، اللي هي أنت أصلا كده كده ما تحطهاش إيه الحسبة دي. مش لو هنا كانت قال لك الوركينج اور 24 كنت هتحط هنا 24 على ال 24 هتطلع لك واحد، ال 24 على ال 24 دي تطلع لك بواحد، اللي هو أصلا الترم ده كأنه مش موجود. لكن هنا عشان قال لك عندك 20 ساعة فأنت هتشتغل على كام؟ على 20 ساعة دي. طيب بعد كده رحت حسبت كيو ماكسيمم مونثلي وكيو ماكسيمم ديلي عن طريق ان احنا ضربنا الواحد ونص في الكيو افريج والواحد وسبعة من عشرة في الكيو افريج، طلعنا ايه القيم دهيت برضك اهي. ده الكيو افريج بتاعنا او كيو ماكسيمم مونثلي 50,752، وطلعنا الكيو ماكسيمم ديلي ب 57,519.3 متر مكعب بير ايه؟ بير 20 اور. الدي بتاعي دلوقتي بقى كام؟ بقى اسمه 20 اور. هنروح بعد كده نبدأ نعمل الاستيميشن لل C1 وال C2 وال C3 وال QA5. أول حاجة نروح نحسبها هي ال C1. ال C1 بتساوي T1 في الكيو ماكسيمم مونثلي على الوركينج اور. فانا عندي ال T1 بنص ساعه، يبقى دي نص في الكيو ماكسيمم مونثلي انا حاسبها من شويه ب 50,752 على الوركينج اور بتاعتي بكام؟ ب 20. هيطلع لك كام؟ 1268.8 متر مكعب. ال C2 هتبقى عباره عن ايه؟ ال T بردك T2 مضروبه في الكيو ماكسيمم مونثلي وتقسمها على الوركينج اور. الوركينج اور عندي بكام؟ ب 20 برضك. يبقى انا هقسم هضرب 8 في 50,752.3 على ال 20 يطلع لك 20,392 مللي. تمام كده؟ طيب اخر حاجه ال C3 هتبقى عباره عن فرق ما بين الكيو ماكسيمم دايلي والكيو ماكسيمم مونثلي وتضربهم في ال T3. ال T3 في المساله اللي فاتت كنا واخدينه بكام؟ بواحد. ليه واحد؟ لان قلنا 1 دي، 1 دي اللي هو كان بالنسبه لي كام؟ 24 ساعه. طيب حد هنا يقول لي انت عندك هنا دلوقتي الدي ما بقاش كام؟ ما بقاش 20، ما بقاش 24 ساعه، ده بقى 20 ساعه، فانت ليه ضربت فيه واحد؟ تعالى لسبب بسيط اقول لك انا ضربت في واحد ليه. فاكر في اول المساله انا جبت كيو افريج بعد ما ضربت البوبيليشن في الووتر كونسامشن وقسمته على 1000 ضربته في 24 في 20 على ال 24 صح؟ انا عملت الحكايه دي ليه؟ علشان بالنسبه لي اوحد اليوم بعد كده لما اقول دي بير دي لكل يوم، يبقى بالنسبه لي اليوم هنا خلاص بقى كام؟ 20 ساعه. فلما تيجي تحط قيمه لليوم هنا هتحطه بكام؟ بواحد، لان في المساله دي او في السي 3 لما تيجي تعوض كنت تقول كيو ماكسيمم ديلي ناقص الكيو ماكسيمم مونثلي في 1 دي. ال 1 دي ده بالنسبه لي هنا بقى 20 ساعه خلاص. بس انا في المساله في بدايتها عوضت، بدل ما اطلع الفلو بتاعي لكل 24 ساعه، لا ده انا طلعت الكيو افريج بتاعتي لكل كام؟ لكل 20 ساعه. يبقى انا كده بقى خلاص ما حصلليش اي حاجه في القانون ده، وهضرب في كام؟ في الواحد برضه. تمام. بعد كده هروح احسب الكيو فاير بوبيليشن على 10000 في 60 في 2. البوبيليشن معاك هتعوض تطلع الفلو بتاعك الديسشارج بتاع الفاير وتضربه في 8 من 10 علشان تعوض بيه في المسألة بتاعتك، علشان تجيب الايه الخزان بتاعك هيحتاج مية قد ايه. فانا عندي خلاص بقى كده سي ماكس بتساوي السي اكبر سي اللي سي 1 او 2 او 3 زائد السي بتاعت الفاير او الكيو بتاعت الفاير السي بتاعت الفاير. هيطلع لك في الاخر 20,300 زائد ال 1498. هنشوف الناتج ده هيطلع لنا كام، بس انا عايز تاني ارجع لك على حته ال 24 ساعه وال 20 ساعه. ركز كويس جدا في القصه ده. هي انا في البدايه بتاعت المساله دي عشان لو حد متلخبط تاني في قصه ليه انا ضربت هنا في واحد
ما عملتش نسبة تاني. ليه ما عملتش نسبة تاني؟ لأن أنا في البداية خالص أخدت نسبة اليوم بتاعي، بدل ما كان 24 ساعة، لأ ده هو في مسألة قال لي أنت عندك 20 ساعة، فأنا في البداية خالص بقى عشان أريح دماغي جبت كيو أفريج باليوم اللي اليوم اللي بالنسبة لي هنا بقى 24 ساعة. يبقى لما أقول لك اليوم هنا بقى كام، هو واحد برضه، لكن واحد ده بالنسبة لي هو إيه؟ هو 20 ساعة، 20 ساعة عمل. الحجم اللي طلع لي اللي انا محتاجه هو 21,798 و92 من 100 متر مكعب. نفس الفكرة زي المرة اللي فاتت، هبدأ اروح اعوض ال C بتساوي ال N في ال L في ال B في ال D. انا اخترت ان ال N هنا ب3، ال L ب50، وال B مش عارفها، وال D ب4 متر. هعوض في المعادلة دي هيطلع لي ال B، ال B طلعت لي هنا بكام؟ ب36 و33 من 100. هاخدها كام؟ 36 و 35 من 100. تطلع البي زي ما اتفقنا، تطلع 36 و 35 من 100 متر. ارجع اجيب الدي الاكشوال، بس قبل ما اجيب الدي اكشوال الاول هعمل التشيك بتاع ال ال على البي. ال ال عندي ب 50، والبي عندي بي ب 36 و35 من 100، يطلع لك 1.37 من 100. يبقى كده البي كام، ال على البي في الرينج بتاعنا اللي هو كام، من 1.2 ل 1.5. بعد كده اروح اجيب الدي اكشوال. طبعا انا بس هنا اتلخبطت، المفروض دي تبقى 36 مش 35، المفروض 36 و35 من 100 في ال 50 في ال 3 في الدي اكشوال اللي عايز احسبها. الدي هنا هتطلع تقريبا 4 متر. اروح اجيب ال ان، هتطلع في الاخر بقى خلاص ال ان عندي الدايمنشن بتاعتي ال ان ب 3، ال ال ب 50 متر، ال دي ب 4 متر مش 4.36، دي كده مش مظبوطة. وال بي عندي هتطلع بكام؟ ب 33، ب 36 مش ب 33، ال بي ب 36 و35 من 100 متر. دي كده ابعاد الخزان بتاعي. خلينا بس قبل ما ننهي، الافكار ممكن تجيلي ازاي في الجزئيه بتاعه الجراوند تانك. ممكن يجيلك مساله ان يقول لك معاك بوبيوليشن، زي مثلا احنا حليناها دهيت، معاك بوبيوليشن، معاك ووتر كونسامشن، ووركينج اور مثلا ب 24 ساعه اللي هو الطبيعي بتاعنا، اشتغل اعمل لي ديزاين للجراوند تانك. فانت هتشتغل الخطوات اللي اشتغلناها في المساله عادي جدا زي ما اشتغلنا دلوقتي في المساله التانية. الحاجه التانية او الفكره التانية اللي ممكن تجيلي، ممكن يجي لك نفس المسألة اللي أنا كنت بتكلم فيها دلوقتي ديت، يجيب لك population، يجيب لك water consumption، ويقول لك عندك working hour هو 20 ساعة، لا هو 18 ساعة. فأنت هتشتغل المسألة زي ما أنا اشتغلتها دلوقتي خالص، زي ما اشتغلتها دلوقتي، مش مفيهاش أي إيه صعوبة إن شاء الله يعني. طيب دي كده الفكرة التانية. فكرة في الحتة بتاعت working hour ديت، إنك أنت تخلي اليوم بالنسبة لك هو 20 ساعة. حاول تمشي الخطوات كده بتاعت المسألة دي واحدة واحدة، وإن شاء الله تفهمها بشكل كويس. بعد كده ممكن الفكرة التانية تجيلك، أو الفكرة التالتة مثلا تجيلك إزاي. تجيلك الفكرة التالتة عن طريق إن يكون بيقولك أنا هجيب لك جدول من الجداول اللي أخدناها في بداية الترم. يقولك أنا معايا عدد سكان لكل سنة، مثلا في سنة 1900 وكذا عدد سكان 1940 كان عدد سكان كذا، 1950 كان عدد سكان كذا. يفضل ماشي معاك كده شوية ويقول لك هات لي احسب لي اعمل لي ديزاين للجراوند تانك، ويجيب لك برضك الووتر كونسامشن، وتبدأ تعمل ايه تحويل ليه. فانت عندك حاجة من الاتنين، أول حاجة هتعملها أو حاجتين هتعملهم. الحاجة الأولانية اللي هتعملها إنك أنت هتجيب البوبيوليشن في الفيوتشر، سواء بقى لو مديك جدول وكده، يبقى أنت عندك أكتر من طريقة على سبيل مثلا المثال، الا لو ما ذكرلكش طريقه محدده. فانت مثلا ممكن تجيبها جيومتريك، ممكن تجيبها بطريقه الاريثماتيك، ايا كانت الطريقه، او ده لو هو ما طلبش منك طريقه محدده. تمام، يبقى هتمسك الجدول تبدا تظبطه زي ما احنا عرفنا ازاي بنعمله، وتحل المساله تجيب البوبيليشن في الفيوتشر. يبقى انت كده معاك البوبيليشن في الفيوتشر، يبقى دي كده حاجه خلص. الحاجه الثانيه ممكن يقولها لك عليها، تجيبها انت، تجيب الووتر كونسامشن في الفيوتشر، ودي احنا حلينا عليها جزئيه في المساله الاولانيه. عرفنا ازاي نجيب الزياده بالنسبه المئويه للاستهلاك المائي، وبعد كده نحول البوبيليشن للايه، للفيوتشر. دي فكره برضك من الافكار اللي ممكن تيجي. اهم حاجه تتشيك على ال ال بي، ال ال على بي، تتشيك على ان مساحه المقطع بتاعه الخزان ال في بي لا تزيد عن 2000 متر مربع.
عدد الخزانات لا يقل عن 2، ان الدبث بتاع المية بتفرض انت من 3 لـ5 متر ويطلع في الرينج ده برضك. لما تيجي انت تطلع الدي اكشوال تتأكد من الحاجات دي كويس جدا عشان ان شاء الله تاخد الدرجة بشكل كامل يعني ان شاء الله. اتمنى يكون السكشن وصل لكم بشكل كويس، وان شاء الله يكون فهمته بشكل كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.